ومعنا مباشرة مفادتنا إلى العاصمة الروسية موسكو لميس بن بارك. لميس، مرحبا بك. طبعا كيف سارت عملية التصويت في اليوم الأول من الاقتراع، طبعا بعد غلق مكاتب الانتخاب؟ نعم، مرحبا بك عبد الغفور. دائما من موسكو حيث تتواصل الانتخابات الرئاسية الروسية، وقد انقضى اليوم الأول مثلما تابعتم، وقد أغلقت مراكز الاقتراع على الساعة 8 مساء بتوقيت موسكو. نتحدث أولا عن نسب المشاركة وآخر التحديثات التي أطلت بها اللجنة المركزية للانتخابات. ووفقا لبياناتها المنشورة على موقعها الرسمي، فإن نسبة المشاركة الإجمالية في البلاد فقد تجاوزت 36% إلى غاية الساعة 10 ليلا، أي قبل ساعة من الآن حسب التوقيت المحلي. كذلك يتابع سير عملية الانتخابات الروسية أكثر من 700 مراقب من 106 دول اعتمدتهم اللجنة. هؤلاء المراقبون أشادوا بسير وبالتنظيم المحكم لهذه العملية الانتخابية، وكذلك أشادوا أيضا وأكدوا الإقبال الواسع الذي شاهدوه بمراكز الاقتراع. كذلك فقط أود أن أنوه إلى ما تحدثت عنه اللجنة بخصوص الهجمات الإلكترونية التي طالت بعض عمليات التصويت الإلكترونية، وقالت أنها من مصادر خارجية، وتم التعامل مع هذه الخروقات بسرعة وبفعالية. أما بخصوص السير العام لهذه العملية الانتخابية، فقد كانت عملية مميزة جدا من حيث التنظيم ومن حيث الآلية الجديدة التي اعتمدتها اللجنة، سواء عن طريق التصويت الإلكتروني أو عن طريق أيضا تمديد فترة الاقتراع لثلاثة أيام. أعيد وأذكر أن مراكز الاقتراع ستفتح يوم غد صباحا من أجل استئناف عمليات التصويت. نعم. عبد الغفور، طيب أشكرك جزيلا. شكرا لميس بن بارك، مفادة الجزائر الدولية إلى موسكو. شكرا على كل التفاصيل التي قدمتها.